شلالات فيكتوريا. تقع شلالات فيكتوريا في منتصف الطريق على طول مجرى نهر زيميزي، وعلى الحدود بين زامبيا في الشمال وزيمبابوي في الجنوب. يبلغ ارتفاع الشلالات إلى ما يقارب 108.2 متر، ويبلغ اتساع هذه الشلالات ما يقارب 1.2 كيلومتر تقريبا. تمتلك منطقة شلالات فيكتوريا والمناطق المحيطة بها العديد من المتنزهات الوطنية، حيث تشمل البيئات فيها على غابات السافنة، كما تزدهر الغابات المطيرة بجانب الشلالات مباشرة، والتي يتم تغذيتها برذاذ الماء والرطوبة العالية. يحتوي النهر الموجود أسفل الشلالات على ما يقارب من 39 نوعا من الأسماك والكثير من الحيوانات التي تتواجد في شلالات فيكتوريا والمتنزهات المحيطة بها. تتمتع شلالات فيكتوريا بالمناظر الطبيعية التي تجذب العديد من الزائرين، حيث صنفت شلالات فيكتوريا بأنها واحدة من العجائب الطبيعية المذهلة في العالم، فهي تشكل أكبر جدار من المياه المتساقطة. يرتفع الضباب الملون للشلالات ما يزيد عن 400 متر، ويمكن رؤيته من مسافات بعيدة، وهو ما زاد الشلالات جمالا لا مثيل له. تعد شلالات فيكتوريا من أكبر شلالات العالم ذات المياه المتساقطة، والتي تحتوي على 5 شلالات، وهي شلال الشيطان، والشلالات الرئيسية، وشلالات قوس قزح، وشلالات هورسشو في منطقة زيمبابوي، وكذلك شلالات الشتق الشرقي في زامبيا. تتميز شلالات فيكتوريا بقدرتها على جذب السياح من مختلف أرجاء المعمورة. حيث يحيط بالشلالات حديقة فيكتوريا الوطنية ومنتزه موزة أوياتونيا الوطني، وكذلك مرافق ترفيهية. يعتبر شهر نيسان أفضل الأوقات لزيارة الشلالات، حيث تكون الأجواء في ذروة موسم الفيضان، ويستمر تساقط الأمطار في المنطقة من شهر كانون الثاني حتى شهر آيار. شكلت شلالات فيكتوريا أحد أهم مصادر الجذب السياحي في أفريقيا لعقود من الزمن، حيث يتوافد إليها ملايين السياح كل عام. ونظرا لأن معدل التدفق على الشلالات يعتبر الأعلى في العالم، فدائما توصف شلالات فيكتوريا باعتبارها أعظم ستارة مائية على كوكب الأرض، وهو ما يجعلها تتبوأ مكانها بجدارة كواحدة من عجائب الدنيا الطبيعية السبع. وقبل إطلاق تسمية شلالات فيكتوريا عليها من قبل المستكشف الإسكتلندي ديفيد ليفينغسون في العام 1855 ميلادي، كانت تعرف عند السكان المحليين باسم موسى أواتونيا، أو الدخان الذي يهدر. وقد أسماها ديفيد المستكشف بفيكتوريا تيمنا بالملكة فيكتوريا، ملكة بريطانيا العظمى أيام الإمبراطورية. وموقع شلالات فيكتوريا موضوع ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.